حازم كلاس، إذا عراقجي يقول أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة، ولكن في نفس الوقت يتحدث عن مبادرات لوقف إطلاق النار. عن أي مبادرات يتحدث تحديدا عراقجي؟ في الواقع سونيا، يعني إيران خاصة بعد أن نفذت هجومها على إسرائيل قالت بوضوح أنها مصرة كما كانت طوال الأشهر الماضية على ضرورة وقف إطلاق النار فيما يخص غزة ولبنان تحديدا. وفي هذا الإطار وبعد مشاورات في بيروت، وصفها عراقشي نفسه وزير الخارجية الإيراني بأنها كانت في غاية الأهمية، وبعد زيارته دمشق بعد بيروت أيضا قال بأن هناك مقترحات ومبادرات محددة يجري التشاور بشأنها. لم يكشف عن التفاصيل، ولكن كان قد قال عراقشي بأن هناك شرطان أساسيان لوقف إطلاق النار يجب أن يكونا ويتم مراعاتهما في أي مبادرة أو مقترح. الشرط الأول هو أن يتم ضمان مصالح الشعب اللبناني وأن توافق المقاومة اللبنانية على وقف إطلاق النار فيما يخص لبنان بطبيعة الحال. أما الشرط الثاني فهو أن يكون وقف إطلاق النار متزامن بين لبنان وقطاع غزة. هذان الشرطان أعلن عنهما عراقجي بشكل واضح، وبالتأكيد أي مقترح وأي مبادرة يجب أن تراعي هذين الشرطين كما يقول عراقجي. ولكن كما أشرت سونيا، في ذات الوقت عراقجي يقول بأن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة. إيران تعتبر نفسها بأنها حققت انتصارا، وخطاب المرشد الإيراني يوم أمس في خطبة الجمعة وصف بأنه خطاب انتصار، خاصة بعد الهجمات التي قامت بها إيران على إسرائيل. إيران لا تستبعد هجوما إسرائيليا على الأقل في ظل الأوساط الإعلامية والدبلوماسية هنا في العاصمة الإيرانية، ولكن هي تحذر من أن أي هجوم سيطال المصالح الإيرانية وينتهك السيادة الإيرانية سيقابل برد حاسم من قبل القوات المسلحة الإيرانية. يوم أمس وخلال خطبة الجمعة التي أمها المرشد الإيراني علي خامنئي لوحظ غياب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية وأيضا قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني وشخصيات عسكرية كبيرة أخرى أيضا، وفهم ذلك على أنه في إطار الجهوزية العالية التي تعيشها القوات المسلحة الإيرانية. بالتأكيد إيران تتخذ التدابير اللازمة في إطار توقعها لأي رد إسرائيلي، لكنها لا تكشف عن ذلك. وفي إطار ربما التحليلات التي تجري على هذا في هذا الصدد، تستبعد إيران أي هجوم على منشآتها النووية في ظل ربما صعوبة ذلك والجغرافيا الإيرانية الواسعة. نعم. والتحصينات التي تتمتع بها المنشآت النووية تحت الأرض وفي أعماق الجبال، خاصة أنها تقع في وسط إيران. أما فيما يتعلق بالمنشآت النفطية فأيضا ربما تم اتخاذ بعض التدابير في هذا الإطار. إيران كانت قد حذرت سابقا من أن أي دولة ستتعاون مع إسرائيل في هجومها على إيران فستكون أيضا عرضة للرد من قبل إيران إذا ما ساعدت إسرائيل في الوصول إلى أهدافها في إيران.